جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول نحن جماعة كمثلث وكل واحدة منا تحضر موضوعا لتلقيه على الطالبات في وقت الفسحة، ولكن عندما أعد موضوعا وأريد إلقاءه لا أستطيع ولا أدري ما السبب في ذلك، فارشدوني جزاكم الله خيرا. ربما يكون السبب في ذلك الخجل، فحاولي ويزول إن شاء الله، يزول الخجل. وإذا لم تستطيعي وقد أعددت الكلمة أو النصيحة فتوكلين من يقرأها على الحاضرات، والتوكيل في هذا يحصل به المقصود. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أطلب من فضيلتكم إرشادي إلى بعض الكتب التي تفيدني في الموضوع الذي أسرق. الكتب كثيرة ولله الحمد ومفيدة، وأعظم الكتب وأنفعها وأجمعها للخير هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب المتخصصة بمواضيع الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله من السنة رياض الصالحين للإمام النووي، كذلك كتاب الأربعين النووية وشرحها جامع العلوم والحكم، كذلك كتاب الترغيب والترهيب. هذه كتب من السنة تصلح للداعية إلى الله بأن يطلع عليها ويأخذ منها الأدلة في موعظته ونصيحته وتوجيهاته. والصحيحان صحيح البخاري ومسلم أيضا حافلان بالحديث الصحيحة في المواضيع المطلوبة للمسلمين، كذلك بقية كتب السنة، سنن الأربع، سند الإمام أحمد، كلها حافلة ولله الحمد. ولكن هذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان على استعداد للرجوع إلى هذه الكتب والاستفادة منها، الإنسان المبتدي يرجع إلى المختصرات مثل ما ذكرنا رياض الصالحين والأربعين النووية وشرحها. هذه المختصرات فيها خير كثير، وهي كتب مقربة قريبة التناول لطلبة العلم.